اهلا بيكو في قناة تعلم الايطالية مع لارا او امبارا ليتاليانو كل لارا. بما ان احنا المفروض كدارسي للغة الايطالية لازم نعرف كل حاجة متعلقة بالثقافة اللي هي الكولتورا ايطاليانا، مش مجرد ان احنا بس هنحفظ كلمات او ان احنا هنعرف الاستروتورا جراماتيكالي وكل الكلام ده، زي ما عملنا المرة اللي فاتت ازاي نحضر القهوة على الطريقة الايطالية. النهاردة هنعمل باستا ايطاليانا او مكرونة ايطالية. هي المكرونة المفروض ان هي واحدة، ولكن اللي هيختلف معانا الصوص اللي احنا هنشوفه النهاردة. انا جايبه لكم معايا المنتجات اللي انا هستخدمها. اول حاجة المكرونة اللي انا هستخدمها اسمها باستا رياله، ماشي. والنوع ده احنا المفروض بنسميه مكرونة الام، ولكن هي ارفع شوية من المكرونة اللي الام، هي اسمها بنديتا رجعت. لان لو بصينا كده اهو، هجيب لكم واحدة هنشوف انها رفيعة. دي ايه حاجة. الحاجة التانية ان احنا هنعمل المكرونة بتاعتنا بصلصة البيستو، بيستو الا جينوفيزي زي ما احنا شايفين كده. البيستو منتجاته ايه او بيتكون من ايه؟ بيتكون من الريحان الفازيليكو وزيت عباد الشمس والبطاطي او البطاطس والجرانا بادان، واحنا عارفين ان النوع ده من انواع الجبنة. بالاضافة ان هو بيتكون من لبنة، ماشي، وبيض وملح. طبعا طعمه جميل جدا جدا جدا، وعشان كده انا قررت ان احنا لما نعمل المكرونة بتاعتنا نعملها بصلصة البيستو، وده طبعا صلصة جاهزة يعني هي تتحط على طول. طيب طبعا زي ما احنا عارفين ان المكرونة انا عملت هنا معيار كوباية واحدة، لازم المية تكون مغلية بالشكل ده. انا هحط المكرونة بتاعتي كده، لسه في حبة. انا حطيتهم كده وبعديها هنقفل طبعا. والمفروض ان هو كاتب لنا على الكيس نوفي مينوتي كتورة، يعني 9 دقايق طبخ. طيب انا الساعة عندي هنا 9:30 بالظبط، يعني احنا المفروض نطفي على 9:30 و9 دقايق، يعني لما توصل لحد ايه 40 دقيقة. طيب اللي هيسألني ليه المية بتبقى مغلية، ما ينفعش تبقى مية عادية، لسبب، لان لو انا حطيت المكرونة من غير ما المية تتغلي مش هتستوي بسرعة، خلاص هي هتفضل اكتر من 9 دقايق. بالاضافة كمان ان طعمها مش هيبقى حلو، هتبقى ناشفة. هرجع كيس المكرونة. طيب احنا قلنا ان في صلصة جاهزة، هل في انواع صلصة تاني؟ طبعا. طيب النوع الصلصة التاني اللي عندنا هو اسمه جوستاتو، دي الماركة ملناش دعوة بيها. المهم النوع ذات نفسه بقى مكون من، اول حاجة هو كاتب لي سوجو برونتو. سوجو برونتو يعني صلصة جاهزة، ماشي. طيب من البازيليكو، هنا كاتب لي البازيليكو، شايفين استخدام حرف الجر البازيليكو، يعني بالبازيليكو، البازيليكو اللي هو الريحان، يبقى هو صلصة طماطم عادية جدا 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 ولكن بطعم الريحان. طيب تاني واحدة عندنا هي سوجو برونتو الا ريبياتا، شايفين استخدام حرف الجر هنا الال، خلاص ال ال ابوسترفو. ليه ابوسترفو؟ علشان كلمة الرابياتا خلاص مكتوبة ب او مبدية بحرف متحرك، وزي ما احنا شايفين ان هي من الفلفل. المفروض ان النوع ده يبقى حراق، ولكن للاسف هو مش حراق، لان لما انا جربته لقيته عادي. كل ده سوجو برونتو يعني صلصة متحضرة. كل اللي انا هعمله ان بعد ما المكرونة بتاعتي تستوي خلاص بحط السوجو ده زي ما احنا هنشوف دلوقتي.
طيب لو افترضنا كده ان نوع الصلصة بتاعنا مش جاهز، صلصة عادية، فهي بيكون اسمها ايه؟ باساتا دي بومودورو. مجرد ان هي صلصة، دي بقى اللي احنا بنستخدم معاها الشيبولا، ماشي، وبنعملها عادي زي اي صلصة. طبعا هو هنا كاتب لي، مش عارفة انتوا شايفينه ولا لا، ولكن كاتب لي ايه؟ برودوتو سولو كون بومودورو ايطاليانو، يعني هو عبارة عن منتج مصنوع ب الطماطم الإيطالية. طيب حد هيسألني الكلام ده موجود في مصر؟ طبعا موجود في مصر، موجود باستفاضة جدا جدا جدا، وحتى اشهر نوع اللي هو الباريلا، خلاص المنتج الايطالي المعروف، فهو موجود. انا هحاول اشوف المكرونة استوت ولا لأ، بدل ما تاخد 9 دقايق. طبعا هي من الواضح من الشكل كده ان هي ما استوتش لسه. عايزة اطلع لكم واحدة، هي لسه ما استويتش. ليه؟ لان المكرونه لما بتستوي، ماشي، بيبقى لونها ابيض. هي لسه نايه خالص. تمام. طبعا في انواع كتير من السوجو برونتو ده. طيب السوجو برونتو اهم حاجه بعد ما نفتحه، ماشي، لازم نحطه في التلاجة على طول. هو هنا بيقول لي ايه؟ موداليتا دي كونسيرفاسيوني، يعني طريقه الحفظ. بيقول لي دوبو لابيرتورا، بعد الفتح، كونسيرفاري ان فيروغريفيرو e consumare entro 5 giorni، يعني بعد ما نفتحه لازم ان احنا نحطه في التلاجة. دي نقطة. النقطة التانية ان انا اقصى مدة ليا، خلاص، 5 ايام، لان بعديها طعمها هيغير. طيب هل احنا كدارسين للغة لازم نعرف المطبخ الايطالي؟ طبعا لازم نعرف لاكوتشينا ايطاليانا واشهر الاكلات. انا على يعني على قدر الامكان هحاول احضر لكم حاجات، ماشي، حاجات تكون سهله وبسيطه زي دي كده. طيب هو فات 6 دقايق، المفروض يبقى فاضل 3، والمفروض ان هي تكون مستويه على الاقل. الدنتي لما اجي اقول مكرونه الدنتي، يبقى المقصود بيها ان هي يعني نقدر نقول 3/4 سوا، هي على وشك يعني. طبعا انا هحط ملح، ماشي، وعنب وملح. طيب الملح بتاعنا اسمه ايه؟ الملح بتاعنا اسمه صالح، الملح اسمه صالح، والفلفل اسمه بيبا. طيب الملاحة اسمها ايه بقى؟ اسمها بورتا سبيتسيا، بورتا سبيتسيا، اهو بورتا سبيتسيا اسمها ملاح. طبعا هنا كاتب بير لا توا كازا، يعني من اجل منزلك. هنحط حبة ملح كده. طيب بالنسبة بقى للفلفل اسمه بيبي نيرو، ماشي، ماتشيناتو يعني مطحون، لان في بيبي نيرو بحاله، خلاص. طبعا احنا عارفين ان في بيبي نيرو، في بيبي بيانكو، خلاص. طيب هنا كاتب لنا ايه؟ كوتشينا سابوري، كوتشينا المطبخ، سابوري يعني النكهات او الطعم، يبقى ده البيب بتاعنا.
طيب احنا هنشوف اذا كانت استوت ولا لا. كده هي على وشك يعني، لان غفيت 8 دقايق. قربت. يعني هي دقيقتين كمان وهتكون استوت. ليه انا عامله الغطا كده؟ عامله الغطا كده علشان في فابور بيطلع، فابور، الفابور اللي هو البخار. طيب دي اسمها ايه؟ دي اسمها بانتولا، بانتولا حله. ده اسمه ايه؟ ده اسمه فرنو، فرنو. الشوكه اسمها ايه؟ فوركيتا. المعلقه اسمها ايه؟ كوكيايو. والمعلقة الصغيرة اسمها ايه؟ كوكينو. طيب الطبق اسمه ايه؟ اسمه بياتو، بياتو. طيب انا هروح اصفيها ماشي، علشان نبتدي بقى نحط البيستو بتاعها. خدها كده. طيب بعد احنا خلاص ما صفيناها، هنبتدي بقى ان احنا نحط البيستو بتاعنا. اهو طبعا يعني نحط كمية اللي تكفي، يعني زي ما انتوا حابين. انا عن نفسي بحب احط كتير. طبعا ريحة الريحان قوية جدا. هو كده كفاية خلاص. متنسوش يا جماعة تحطوها في التلاجة عشان ما تحمضش. طيب مفيش داعي ان احنا نحط اوليو، لان هي صلصة جاهزة تماما. وهنطفي كده. خلاص هي استوت. وده كان الشكل النهائي بتاعنا. اتمنى انكم تكونوا شايفينها كويس. انا هحط الحلة هنا خلاص. اتمنى انكم تكونوا شايفينها كويس اهو. طبعا هي شكلها جميل جدا جدا وطعمها رائع. خلاص اتمنى يكون الفيديو عجبكم. خلاص واستنوني في فيديوهات تعليمية جاية، وان شاء الله الحلقة الجاية هتكون حلقة خاصة بشرح الليفلو بي اونو وشرح الطلبة بتوع الثانوية العامة. اشوفكم في الحلقة الجاية، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. وبون ابيتيتو. تشاو.